الاول. افكر ايه؟ دي عايزه تفكير. افكر ايه؟ ده انا عقبال ما اخرج من معاش ما هي انت مش هتوصل لربع المبلغ ده. واطمن الشغل مع سلوى ما فيهوش تعب خالص. يا ست نرجس احنا رجاله جدعان قوي وبتوع شقه، بس كمان يعني نشتغل حلو قوي مع الناس اللي تقدر. هو في تقدير بقى بعد كده؟ انت هتكون السكرتير الخصوصي للمؤسسه دي كلها. وانا اوعدك اوعدك انك مش هتندمي على اختيارك ليا. خلاص يبقى اتفقنا. بكره هبعت لك العربيه لغايه البيت. تروح بيها المدرسه الاول، تقدم استقالتك، بعد كده تجيني هنا عشان تستلم شغلك. هتبعتي لي العربيه في الحرف في البيت عندي يعني؟ اه. عربيه بسواق وبنزين وحاجات زي كده؟ طبعا عربيه. امال ايه، عربيه بحصان وبرسيم؟ اه. انا كنت جاي وعارف ان انا هطلع من هنا مجبور الخاطر، لكن لم اكن اتصور ان المساله هتبقى فيها انفتاح بالشكل ده. دي بركه دعاء الوالدين يا استاذ مرسي. اي والله اي والله. روحي يا شيخه، روحي ربنا سلام عليكم. وده كلام تقوله يا مرسي؟ الله يابا، هو يبقى عيب لما الواحد يحسن مركزه. يا ابني مركزك في مدرستك ده، انت دلوقتي مدرس قد الدنيا. قد الدنيا ابني ايه؟ بلا نيله، احنا هنكدب على بعض. ده نظم مالناش فيه من كتر الشغل، والمهيبه اديها لك كل شهر وعلى يدك ما بتعملش حاجه، وابقى اقول لك ادي دروس خصوصيه تقول لي متاجره في العلم حرام. يا ابني ده انت في وظيفه حكوميه. حكوميه ايه بس ياما؟ التفكير ده انتهى زمانه، الواحد الايام دي لازم يعرف يقرش فين ويروح له. انا بصراحه هنفتح لي باب الحظ النهارده، هقفله بايدي يا اخوانا. يا مرسي يا مرسي، انا ابوك اكبر منك وعارف مصلحتك. وانا ابنك واصغر منك وعارف اللي انا بقوله. لو نفذت اللي في دماغك ده تبقى بتخرج عن طوعي يا مرسي. يابا انا بخرج عن طوعك ولا حاجه، لغايه ما في الامر ان انا بحكم عقلي. بطلع ياض، خليني اعرف اكلم كبير العيله. انتوا عارفين انا هركب ايه بكره الصبح من قدام الباب؟ هتركب ايه يا ابني؟ عربيه ملاكي بسواق، وكلها كام شهر انا كمان ياما، واجيب عربيه نراخ واخدكوا افسحكوا وافرجكوا على الدنيا كلها. لا يا سيدي، فرج روحك انت، احنا خلاص بعنا الدنيا واشترينا الاخره. انا بقى اشتريت الاثنين وعايز اتمتع بالدنيا واتنعم في الاخره يا حاج. يلا يا ام مرسي على اوضتنا، انا من النهارده ماليش دعوه بيه. خلاص يا ست كاننا ما خلفناش. استنى بس يا حاج، الكلام اخد وعطى. هتفضلي واقفه لي زي قرد قطع كده؟ عيب مني انا كمان. الله، اخد من وشك واريحك. مش عارف يا مش عارف في حياتي خالص، فاهم ولا لا؟ عايز انام كويس، عايز اصحى الصبح وانا فايق عشان اعرف استلم الشغل. مش كل الشغل الشغل. ما بتعديش ليه؟ ولا بس بتعدي قدامي يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل بيعمل فيا ايه من غير مناسبة؟ صباح الخير يا عرس. اهلا مرسي بيه، اتفضل. مركب قدام جنب سعادتك. لا ما يصحش، سيادتك النهارده الكل في الكل. شوف يا عبس، لازم تعرف ان انا راجل متواضع جدا. المراكز عمرها ما تغيرني. طبعا ما هو واضح اهو. اول قرار ليا هيكون علاوه لمرتبك. ربنا يخليك يا فنجاري، يا سيدي الفنجاريه كلهم. اركب بقى. اتفضل يا بيه. السلام عليكم يا رجاله. عاش عز يروح الزمالك؟ انا استاذ مرسي. اركب اتوبيس 13. سلام عليكم يا أمه. ربنا يحفظك يا يوسف. سلام عليكم يا فتى. عم سلام، عم صبحي اللي ما يزرني على النبي. اللهم أكبر، ربنا معاك. عيني يا حبيبي، ربنا يحفظك من الحج. حبيبي يا دول عينيا. تشرب قهوتك وتسمعهم محبتك وتنى جاي لي على طول. النبي يا صلاة النبي. قوم يا أبو مرسي، قوم بص. تعالى تعالى يا بابا وشوف. شوف ايه يا ام مرسي؟ مرسي جات له عربيه بحق وحقيق، انما ايه؟ قبها. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، واقفه قدام الباب. المهم مش العربيه يا ام مرسي، المهم العربيه دي هتوصله لفين. شوفي حضرتك، الكذب خيبه، دي تاني مره اروح فيها اسكندريه. معقول؟ المره الاولانيه كنت عيل صغير، رحت في رحله مع المدرسه. ما تقدرش تتصور يا مرسي انا قد ايه حاسه بالامان وانت جنبي. شوفي حضرتك من غير كلام، الطيبون للطيبات. مرسي ما بلاش حكايه حضرتك دي.
انت ناسي ان احنا كنا زملاء واصدقاء؟ يا سلام يا سلام على تواضع رجال الاعمال. يجي حضرة الناظر يشوف. صحيح، ما قلت ليش عملت ايه مع حضرة الناظر وانت بتقدم له الاستقالة؟ استقالة حتة واحدة كده يا مرسي؟ يا حضرة الناظر، انا كنت قاعد في المدرسة حبا في العلم فقط، انما انا كنت كل يوم بيتعرض عليا عروض ملهاش اول ولا اخر. بشرفي انا فرحت لك جدا يا مرسي. لا، وهي حضرة الناظر مركز خطير، مركز يخض. مين ده اللي في مركز يخض؟ مرسي. مرسي ده هو؟ ايوه، مرسي من موقعه الجديد يقدر يتصل باعظم شخصيات البلد. مرسي ده هو؟ ايوه يا حضره الناظر، مرسي ده هو. ولو سيادتك قمت وهزيت طولك وبصيت من الشباك هتشوف بعينيك اللي هياكلهم الدود العربيه الملاك اللي تحت امري بسواقها. تحت امر مين؟ مرسي. مرسي ده هو. وفضل يقول مرسي ده هو، مرسي ده هو، والعرق بقى يشر من فوقيه ومن تحتيه لدرجة ان انا افتكرت انه عمل حاجة على روحه. كان شكله مسخرة. مرسي، اول ما نوصل الاسكندرية ننزل نشتري لك شوية هدوم على الموضة. انا عندي بدلتين غير دي، منهم بدلة سودة علشان المناسبات الرسمية، حضرت بيها جنازتين بتوع ناس معرفتنا في الحتة عندنا. لا يا مرسي، احنا بعد كده هنفصل بدل للافراح والليالي الملاح بس. الله اكبر، الله اكبر. ولا بلاش؟ انا متهيألي اللي يعيش هنا يقضي طول عمره سعيد. متهيألك يا مرسي، والدليل انا اهو كل يوم والتاني هنا وفي اوروبا عايشه احسن عيشه. لكن يا خساره، بضحك قدام الناس وقلبي من جوه بيبكي. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه انت عيانه؟ وحيده يا مرسي، وحيده، والوحده عذاب. وحيدة ازاي بس؟ انت اللهم صل على النبي، اصحابك ومعارفك نص البلد. دي كلها مصالح، لكن الانسان دايما بيحتاج للقلب الحنين اللي يسعده ويهنيه. ربنا كبير. شوف يا ست هانم، طول ما انا جنبك هخليك في منتهى السعاده، ان شاء الله اعمل لك ارجوز حد. انت عظيم يا مرسي، عظيم. ده كله من طيبتك ومن اخلاقك الكريمه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تيجي نخش جوه احسن. اه مش كده؟ في صحتك. ده بلاش انا. وبعدين معاك ما تزعلنيش. انا هقول لك، اصل